تشوف هذا التقرير عن يوسف الصافي وصنع في الأهلي. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير. أنا اتولدت في عيلة كانت منقسمة بين الفولي والباسكت. بابايا كان فولي ومامتي كانت رحاب الغنام لعيبة باسكت في النادي الأهلي، فكان لعبت اللعبتين في الأول. بعد كده من وأنا عندي 8-9 سنين كده خلاص استقريت في الفولي وكملت فيها لحد دلوقتي. بس يعني كان وجودي في عيلة فيها باسكت وفولي كان عيلة رياضية في النادي الأهلي كلهم من هم صغيرين، فسهلت عليا حاجات كتير يعني إن أنا أتعلم الرياضة وأفهم، وكانت حاجة كويسة. أول سنة صعدت فيها درجة الأولى وأنا عندي 16 سنة كان أول سنة رجوع عبد الله عبد السلام للنادي الأهلي، وبعد كده تاني سنة جه أحمد صلاح. لعبت معاهم من أنا أول سنة صعدت فيها وأنا عندي 16 سنة لحد ما مشيت احترفت في فرنسا وأنا عندي 20 سنة، قعدت معاهم 4 سنين. وكان أول سنة طلعت فيها كان عندنا معسكر في بولندا، عبد الله عبد السلام خدني معاه وقعدت معاه في الأوضة، قعدت مع معسكر أسبوعين، فكنت معاه الوقت كله وهو أعرفه يعني، هو مربيني من وأنا صغير، فكان الموضوع كان سهل أوي في التعامل ما بيننا. في النادي الأهلي خدت بطولات كتير. أحسن بطولة بالنسبة لي كان أفريقيا هنا في النادي، لأن مش سهل إنك تتاخد في بطولة أفريقيا وأنت عندك 16 سنة وأنت صغير. كان تاخدت فيها وكانت أول بطولة هنا في النادي الأهلي، كسبناها الحمد لله وربنا كرم وشاركت فيها بشكل كويس. أصعب بطولة كانت مع المنتخب كان كأس العالم، قدرنا نوصل لدور الثمانية وخدنا سادس العالم. دي كانت أهم وأحسن بطولة بالنسبة لي دي مع المنتخب، يعني كانت في البحرين 2017 تقريبا. ثلاثة دوري وثلاثة كأس مع الأهلي وأفريقيا، يعني 7 مع الأهلي في الثلاث سنين اللي لعبتهم. كنت من وأنا صغير قوي في النادي عشان بحكم بابايا ومامتي وجدي، فبالنسبة لي النادي يعني بالنسبة لي الأهلي، أنا مش باجي عشان التمرين بس، أنا كنت عايش تقريبا هنا. تخلص المدرسة وتيجي بعد التمرين تفضل قاعد تلعب، تروح تلعب في ملعب الكورة، فأنت بالنسبة لك النادي مش ساعتين التمرين وتمشي، أنت ده حياتك هنا. تيجي من أول اليوم تنزل البسين تتغدى تخش التمرين، فكان ده كان مكان فسحتك، انت ما بتعملش حاجه، ما تعرفش حاجه غير المدرسه والبيت والنادي. فالذكريات يعني كل الذكريات انا تقريبا هنا، تيجي اليوم كله عايش هنا، فكان اكيد حياتي كانت هنا كلها. لعبت سنتين بره دلوقتي في فرنسا، ان شاء الله لسه ممكن اكمل فرنسا او يجي لي حاجه تانية بره، فلسه مش عارف قوي. بس اكيد المنتخب عندنا في بطولات، عندنا افريقيا خسرناها في اخر 3 مرات، فاكيد المنتخب لازم بطوله افريقيا ترجع للمنتخب، وان شاء الله يجي لي حاجه احسن بره وافضل يعني على قد ما اقدر رافع اسم النادي ومصر بره، ان انا احاول احقق حاجات على قد ما اقدر.